بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، وهو الكتاب 34 من الصحيح، وهي بعد أبواب وكتب العبادات. كتاب البيوع، وفيه 13 و100 بابا. وقال البيوع لأنها جمع بيع لكثرة أنواع البيوع، لتعدد أنواعها، باعتبار تعدد أنواعها. والبيع هو مبادلة مال بمال بصيغة ورضا وعن تراض، وينبني عليه التملك وحرية التصرف. وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع هنا اللي هو البيوع، التبايع في الأسواق، مبادلة المتمولات في الأسواق، كل ما له قيمة يسمى متمول. وأحل الله البيع وحرم الربا. وكأن هنا البيع هنا بيتكلم على البيع بأجل، لأن الربا برضو فيها الأجل والبيع فيه الأجل، لكن أحل الله البيع وحرم الربا، واخد بالك؟ يبقى البيع المقصود به هنا مقابل للربا هو البيع بالأجل. طب أمال البيع الحاضر بقى اللي هات وخد ده؟ قالوا في سورة تانية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، اللي هو البيع الحاضر بقى. يبقى البيع الحاضر ذكر في سوق في آية في سوق في آية، والبيع اللي بأجل ذكر في آية. أو أن البيع هنا مطلقا سواء بأجل أو بغير أجل، الحاضر وغيره عام، واخد بالك؟ تحتمل المعنيين. وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يبقى التجارة الحاضرة اللي هو البيع الحاضر اللي هو بغير أجل، تجارة حاضرة هكذا بالنصب مع التنوين، ده قراءة الكوفيون. قراءة الكوفيون تجارة حاضرة. باقي القراء يبقوا تجارة حاضرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. إلا هنا إلا هنا استثناء منقطع مش متصل، لأن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة. إذا قلنا متصل يبقى المستثنى من جنس المستثنى منه، يبقى كأن التجارة من أكل أموال الناس بالباطل بس مستثناء، وهذا خطأ. فهمت بقى؟ وبالتالي ده يبقى استثناء منقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ادي معنى الاستثناء المنقطع. يبقى استثناء منقطع يعني المستثنى ليس من جنس اكل اموال الناس بالباطل اللي هو التجاره الحاضره هنا. فهمت بقى؟ ويبقى معناها: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لكن التجاره الحاضره ليست باطل. كانه بيقول لك لكن دي ليست من الباطل، يعني المكسب اللي بتاخده في التجاره ليس يعتبر اكل اموال الناس بالباطل، واخد بالك؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة، وتبقى تكون هنا من كان الناقصة، تكون هي تجارة حاضرة، تبقى خبرها خبر لمبتدأ محذوف، لكن على قراءة تكون تجارة حاضرة تبقى كان تامة،
وتبقى تجارة هنا فاعل بمعنى وجد، واخد بالك؟ يبقى هي قراءتين. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب، الباب الأول، ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فضل الله اللي هو البيع، يعني البيع والشراء، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة المقصود بها صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني متاجرين متبايعين، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. اللهو كان لما تيجي التجارة داخلة على الأسواق كانوا يعملوا شوية إيه، طبل ومزامير، يقوم الناس تسمع يعرفوا إن التجارة وصلت، يقوم يخرجوا يشتروا، ده اسمه اللهو. فهو يسمع أثناء ضرب إيه المعازف لحضور البضائع الأسواق. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، يعني إخبارا بحضور البضائع، انفضوا إليها وتركوك قائما. وده حصل إن كان حصل في مجاعة وتأخر البضائع في المدينة، وأصبحت الأسواق ما فيش فيها بضائع. وبعدين الرسول بيخطب الجمعة، سمعوا أثناء خطبة الجمعة إيه أصوات البضائع جت، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه وراحوا للاسواق، علشان كانوا في فترة فيها شبه مجاعة، ولم يبقى مع النبي الا 12. عشان كده ايه بعضهم قال لك ان نصاب الجمعة يبقى 12، والشافعية قالوا 40، والراجح قول الاحناف في المسألة، بالرغم ان انا شافعي اميل لرأي الاحناف، ان هو متى يسر وحضر تقوم بيوم الجمعة بأي عدد، ان شاء الله 3، اقل الجمع 3 كويس. لكن الشافعية يقول لك ايه، الخطيب في الجمعة يقعد يقف كده يبص، لو لا اقل من 40 يخطب، بس ما تبقاش خطبة اسمها درس، وينزل يصلي بيوم ظهر، ينزل يصلي بيوم ايه ظهر، هيخطب اه بس مش هتبقى خطبة جمعة، هيبقى درس بقى وعظ، فهمت؟ وبعدين ينزل يصلي بيوم ايه، يصلي بيهم الظهر. ده مذهب الشافعية، طالما الحاضر أقل من 40، ده رأي الشافعية. ورأي المالكية قال لهم 12. طب والأحناف 3 كفاية أوي. حتى في رأي عند الأحناف 2، والتالت يبقى الخطيب اللي بيخطب كمان. فرأي الأحناف مريح، مريح صريح وماشي، تقوم أنت تخطب باللي موجودين وخلاص، وربك ايه يسر. وبعدين ابقى اصلي ظهر بعد كده بينك وبين نفسك، انا بعمل كده، انا بصلي ظهر وجمعه ورايح نفسي خروجا من الخلاف. والشافعيه عندهم كده رايهم كده، يصلوا الظهر والجمعه، يجمع بين الظهر والجمعه، يعني يوم الجمعه الفرائض 6 عند الشافعيه، الخمسه المعتاده زائد الجمعه، ده راي الشافعيه. الاحناف يقول لك لا، الجمعة مسقطة للظهر مطلقة، فهمت ازاي؟ في أي مسجد. المالكية قالوا الجمعة التي تسقط الظهر لابد أن تكون في المسجد القديم، أما في غير المسجد القديم فغير مسقطة للظهر، فعليك أن تصلي ظهر وجمعة عند المالكية إن صليت في غير المسجد القديم. يعني لو صليت في مسجد غير عمرو بن العاص في مصر، لأن ده المسجد القديم، المسجد القديم هو عمرو بن العاص بس. طب باقي المساجد كلها حديثه بعدي، يبقى عند المالكيه ايه تنعقد جمعه مسقطه للظهر في المسجد القديم، وفي غير المسجد القديم يبقى الجمعه لا تسقط الظهر، عليك تصلي ظهر وجمعه. الشافعيه قالوا الجمعه لمن سبق، المسقطه للظهر الجمعه لمن سبق بتكبيره الاحرام اذا تعددت المساجد. طيب انت ما تعرفش مين اللي سبق بتكبيرة الاحرام، يبقى كل المساجد تصلي ظهر وجمعة بس عند الشافعية كده،
عشان كده كان زمان في بعض المساجد كان الامام بعد ما يصلي الجمعه تقام الصلاه ويجيبوا ظهر على طول كده والناس قاعدين. طبعا لو عملنا الحكايه دي في مصر هتبقى بقى شغلانه ويجيبونا في الفضائيات بقى وتبقى مشكله، واخد بالك؟ لان بقى ايه، لكن احنا ايه ساكتين وبنعملها بيننا وبين نفسنا، وبنقول مذهب الاحناف بيقول ان الجمعه تسقط الظهر مطلقا على اي صوره كانت. فرحم الله الامام ابو حنيفه رفع الحرج عن الجميع، واخد بالك؟ جزاه الله عنا خير. يبقى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني قائما مصليا خطيبا، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعني قدم العبادة والفرائض على السعي في طلب الأرزاق، لأن القيام بالفرائض يبارك في طلب الرزق ويعينك على طلب الرزق. فلا تظن ان طلب الرزق ايه بدون ترك الفرائض يؤدي الى إيه كثرة المكاسب. يقول لك ما انا اما اروح اصلي بقى وحسيب السوق هيضيع عليا بيوع كثيرة، يفتكر ان كده رزقه يقل. لا، ربك بيقول لك لا، ده رزقك مش هيقل، ده رزقك هيزيد، وجرب. والله خير الرازقين. وقولوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قلنا إلا هنا استثناء منقطع. وعن أبي قال حدثنا، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام البخاري في صحيح الحديث 86 بعد 2000، قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث، يعني بيقول للصحابة، كل الصحابة بقى كانوا ينتقدوا سيدنا أبو هريرة طول النهار قاعد في الجامع يقول قال رسول الله قال رسول الله، والصحابة كانت تتحرج أن تتكلم على رسول الله مخافة أنه يزيد كلمة ينقص كلمة من خايفين. فإيه إيه عابوا على سيدنا أبي هريرة، قالوا له انت طول النهار قاعد تقول قال الرسول قال ايه ده، هو مفيش ورع مفيش احتياط، ايه ده اللي بتعمله ده؟ فهمت ازاي؟ فقام ايه بيرد عليهم بقى سيدنا ابو هريره، بيقول لهم ايه؟ قال انكم تقولون ان ابا هريره يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريره. أصل أبو هريرة العجيب أنه هو أسلم مع خيبر وعاش مع النبي سنتين وعدة شهور بس وأكثر من الرواية، والمهاجرين والأنصار اللي عاشوا مع النبي 23 سنة ما قالوش زيه، فاهم؟ فقالوا بقى اللي قعد سنتين وكم شهر هو ده بقى اللي قاعد طول النهار وقال رسول الله، والمهاجرين والأنصار القدام دول كلهم ما بيقولوش، فهمت؟ فبقتش حاجة غريبة. وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهاجرين كانوا تجار والأنصار كانوا زراع، فهم؟ الأنصار يزرعوا الأرض والمهاجرين تجار، لأن المهاجرين جايين من قريش من مكة ومكة تجار، والأنصار كانوا في المدينة والمدينة أرض زراعة. فبيقول لهم المهاجرين كانوا مشغولين في الأسواق وأنا قاعد جنب النبي بسمعه طول النهار، فدول شغلهم إيه؟ كان يشغلهم صفق بالأسواق، الصفق اللي هو التبايع. ليه؟ لأنه كل واحد بيصفق في يد زميله ويقول له اتفقنا تمت البيع على بركة الله، فايه سمي صفقة عشان كده. والبيع برضه سمي بيع ليه؟ لانه بي ايه بيشير ببيعه، يعني يقول له خلاص شيل مبروك مبروك عليك، فسمي بيع ايه بالاشارة بالباع، فاهم؟ كان يشغلهم صفق بالاسواق وكنت الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. هو جايب الحديث ده ليه الامام البخاري؟ ان الصحابه كانت بتتاجر في عصر النبي يبقى التجاره مطلوبه والنبي اقرهم عليه. هو عايز يقول لك كده. لان هو بيتكلم على ابواب البيوع.
يبقى البيع والشراء في الأسواق مباح ومطلوب، لأن النبي أقر من انشغل عن مجلسه في الأسواق بالتجارة، فدل على أنها إيه؟ مشروعة. هو عايز يقول لك كده الإمام البخاري. كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وأنا كنت عايش مع النبي لما اشتغلش ولا شغلانة، على إن النبي أكلني وأتفرغ له. ملء بطني يعني إيه؟ يعني أنا مجوع النبي أكلني. ما كانش ليه وظيفة يعني يشتغل فيها ولا بيت يسكن فيه، فكان مقيم في المسجد، فشايف النبي طول النهار رايح جاي ما يفوتوش مجلس. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، اللي هي الزراعة يعني، الأنصار مشغولين في عمل أموالهم اللي هي الأراضي بتاعتهم، والمهاجرين مشغولين في الأسواق في التجارة. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، أي في الأرض زرعا وقلعا وغير ذلك. وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، يعني مسكين لا أملك شيء، لا لي بيت ولا زوجة ولا وظيفة، فمتفرغ. من مساكين الصفة، النبي جمع كل الصحابة اللي ما لهمش بيت ولا زوجات في مكان كده خلف حجراته في المسجد، وإيه وعرشه لهم، يعني عمل لهم سقف كده وعاشوا فيه، اسمها الصفة، اللي هي مكانها فين دلوقتي؟ الدكة المرتفعة خلف المكسور الشريف، يسموها، كانوا يسموها زمان دكة الأغوات، كانوا يقعدوا عليها الأغوات اللي هم حراس النساء يعني، لكن دلوقتي اسمها الدكة المرتفعة كده، تلاقيها هناك خلف المكسورة الشريف، هي دي مكان أهل الصف. وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. طبعا الشغل في الايه، في الأرض والشغل في الأسواق يجعل الذهن مشتت، فممكن الإنسان ينسى، لكن هو متفرغ فكان مركز يقدر يحفظ كويس. أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. يعني كان في مجلس من المجالس الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال اللي يبسط ثوبه الآن وأنا أتكلم وبعدين يضم ثوبه لصدره مش هينسى حاجة بعد كده. دي علامة من علامات النبوة غريبة، ان يتحول ايه الكلام والحفظ، وده امر عرضي، الى امر حسي يجمع في الثوب ويضم على السطر. دي عملية حاجة خاصة نبوية، واخد بالك، اكرام نبوي شريف. فكان مين في المجلس ده قاعد لما الرسول قال اللي يبسط ثوبه الان ويسمع مقالتي ثم يضم ثوبه الى صدره مش هينسى حاجة بعد كده؟ كان مين حاضر في المجلس ده بقى؟ سيدنا ابو هريره. عمل كده، ابو هريره قبل كده كان ينسى كل حاجه. كانت تيجي تقابله مثلا بالليل تقول له انت اكلت ايه الصبح يا ابو هريره؟ يقول لك اكلت ايه اكلت ايه اكلت ايه، يعرف ناسي، ينسى كل حاجه، حاجه غريبه. لكن من المجلس ده سبحان الله بقى كل حاجه فاكرها، صار حافظ الصحابه ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ هو المشهور، ما قالناش اسماء تانية عملوا بنت كده، خد بالك، هو المشهور. لكن طبعا في مكثرين من الصحابة، كثيرين في الرواية، زي ستنا عائشة روت كتير، عبد الله بن عمر روى كثير، جابر بن عبد الله روى كثير، انس بن مالك، اسمهم المكثرين، لكن اكثرهم ابو هريرة. كويس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إلي ثوبه إلا وعى ما أقول، يعني حفظ ما أقول. فبسطت نمرة علي، النمرة اللي هو الثوب اللي مخطط بالألوان زي جلد النمر، عارف النمر؟ شفت انت النمر في جنينة الحيوانات؟ تلاقيه مخطط كده مقلم كده، فأي ثوب مقلم العربي يسموه إيه؟ نمرة، نسبة للنمر. وكان ده إيه؟ كساء الأعراب، كساء الأعراب البسطاء،
يبقى ثوب صوف كده مغزول بايه؟ بخطوط بيضاء وخطوط سوداء، خطوط بيضاء وخطوط سوداء، دي اسمها نامره، وكان يعتبر ده ثوب الفقراء الاعراب يعني. فكان سيدنا ابو هريره فقير ما عندوش الا النمره دي، راح بسطها كويس، فبسطت نمره يعني فرشها، بسطها يعني ايه؟ يعني فرشها على الارض امامه. علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. يعني من ساعتها بقى حافظ الصحابة بقى رضي الله عنه وارضاه. وعن أبي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع من أغنياء الأنصار، آخى بينه وبين إيه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، يعني أطلقها ولما تنقضي عدتها اتجوزها. قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، لا عايز زوجة ولا عايز مالك، دلني على السوق. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاجر شاطر، لو تاجر في التراب لربح، كان تاجر شاطر جدا. لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. كان سوق ايه؟ بني قينقاع دول يهود، كان عندهم سوق كده قريب. قال فغدا إليه عبد الرحمن، يعني راح من أول اليوم، فأتى بأقت وسمن. جاب أقت وسمن، الأقت اللي هو الايه؟ اللبن المجفف، لبن مجفف ايه؟ باعه وسمن، ابتدى يتاجر في الأقط والسمن. قال ثم تابع الغدو، تابع الغدو بقى يروح كل يوم يشتري ويبيع، يشتري ويبيع، يشتري ويبيع. فما لبث بعد فترة أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سفرة، جاي بقى آخر شياكة كده عريس، أثر سفرة يعني عريس اتجوز كمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت؟ لا يعني ايه مهرها؟ كم سقت؟ قال زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، كان قدرها ربع دينار، يعني بجرام دينار المهر ايه؟ جرام واحد ذهب، ربع دينار يعني حوالي جرام ذهب، زنة نواة، نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. أولم، هو عايز يقول لك إن التجارة، هو النبي كان يقر التجار ويجع ويعتبر رزق التجارة حلال، فأقر إيه؟ عبد الرحمن على زواجه من إيه؟ من رزق التجارة، وأمره أن يطعم الطعام مما كسبه من التجارة، والله طيب لا يقبل إلا طيبة، يبقى التجارة رزقها طيب. هو عايز يقول لك كده الامام البخاري. اولم ولو بشالية وليمة العرس يعني. وعن ابي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل، استفضل يعني ربح، استفضل يعني ربح أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة، الودر اللي هو الاثر من سفرة اللي هي ايه؟ طيب الزواج يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم،
ما هي يعني ايه؟ يعني ايه الحال؟ ايه اللي جرى يا ابن الرحمن؟ ايه مهيم؟ يعني كأنها استفهام عن حاله. مهيم قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. يعني كانت هذه الأسواق بتنصب في الجاهلية مع مواسم الحج. فلما كان الإسلام، والجاهلية كل ما كان قبل الإسلام يسموه جاهلية. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه. يعني لما جاء الإسلام وقال لهم إن الحج ركن من أركان الإسلام وأنه عبادة عظيمة، خافوا لا يتاجروا أثناء الحج. فإيه؟ يعتبروا إن التجارة دي إثم بقى، المفروض يتفرغوا للعبادة. فهمت؟ تأثموا فيه. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا رزقا من تجارتكم أثناء الحج. فإذا أفضتم من عرفات، يبقى بيتاجر وبيحج في نفس الوقت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس. يعني كلمة في مواسم الحج دي ايه؟ قراءة تفسيرية لابن عباس. يعني فضلا من ربكم في مواسم الحج. كلمة في مواسم الحج دي زيادة، قالها سيدنا ابن عباس، يسموها ايه؟ قراءة تفسيرية. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. وعن أبي قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبية قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما. يعني ساق ثلاثة أسانيد كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال، وده الإسناد الرابع: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين، يعني واضح. الحلال اللي هو ايه؟ كل ما أحله الله من بيوع ومن ايه؟ ومن أشياء. الحلال بين يعني واضح، لا يحتاج إلى السؤال، كل الناس عارفاه، وهو ما يطمئن له قلبك في المعاملات. الحلال بين والحرام بين. والحرام في المعاملات بين، تجارة قايمة على الكذب وعلى الخيانة وعلى الغش وعلى الخداع، تبقى كل الناس عارفة انها حرام. فالحرام بين والحلال بين. وبينهما امور مشتبهة، يعني امور بقى دليل حلها او حرمتها مش واضح، دي بقى مشتبهة، يختلف فيها العلماء وتختلف فيها انظار الناس. دي الامور المشتبهة. وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يبقى اللي يترك الأمور المشتبهة مخافة أن تكون حرام، يعني أمر له وجه حلال وجه حرام، يحتمل المعنيين، يوم الإنسان يتركه، يبقى إيه؟ يبقى من باب أولى يكون ترك الواضح في الحرمة. فهمت بقى؟ فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، يعني من الحرام، كان لما استبان أترك، يعني كان للحرام الواضح أترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، يبقى المشتبه يعني فيه شك، يعني يحتمل الوجهين، وجه حلال وجه حرام. ومن
اجترأ يعني تجرأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك، أو شك أن يواقع ما استبان، يعني اللي يتعامل مع المشتبهات يوشك، يعني يقارب ان هو يقع في الواضح، الحرام الواضح اللي استبان، يبقى الحرام الواضح البين يعني. أو شك أن يواقع ما استبان، يعني ما ظهر وضح. والمعاصي حمى الله، يعني كل ما يغضب الله دي كأنها حمى كده، يعني محظور، محظور انك تقرب له. حمى الله، من يرتح حول الحمى يوشك ان يواقع، كأن المشتبهات دي حاجة منطقة بين الواضح الجلي، الحرام الجلي، وبين المباح، في منطقة كده ايه مشتبهة، فاللي يجي يلعب في المشتبه ده ويتعامل فيه يوشك انه يقع في الحرام، فحقك تخلي بينك وبين الحرام مسافة. من يرتح حول الحمى، يعني ايه؟ يعني يرعى حول الحمى، يرتح هنا يعني يرعى، لان كان زمان زعماء القبائل يعملوا لهم ايه، ارض كده حمايه، ان دي لا يرعى فيها الا دواب زعيم القبيله، وبقيه الارض دي تبقى للناس كلها. فاللي يجي بقى يرعى حوالين حمى ارض زعيم القبيله يوشك ان الغنم بتاعته تروح داخله، يقوم زعيم القبيله يعاقبه. فالنبي بيكلمهم بمقتضى فهمهم. انت دلوقتي ساعات يقول لك ايه، منطقه عسكريه محظور الدخول فيها، دي اسمها حمى، تيجي انت بقى ايه تخش فيها وتروح باني ولا تعمل، يجي الجيش يعمل فيك ايه، يعاقبك، يحاكمك محاكمه عسكريه. فهمت بقى ازاي؟ ادي اسمه الحمى. والمعاصي حمى الله، من يرتح حول الحمى يوشك، يعني يقارب أن يواقعه، أن يقع فيها. باب تفسير المشبهات. إيه هي بقى المشبهات؟ اللي هي الأمور اللي فيها ريبة، شك يعني. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، يعني ما رأيت شيئا إيه في التعامل مع الله أيسر، أهون يعني أيسر من الورع. والورع اللي هو ايه، انك تترك كل ما اشتبه ولا تتعامل الا فيما تحقق حله، يبقى اسمه الورع، ان تتعامل فيما تحقق حله. طب في امور مشتبهة ابعد عنها، اسمه ورع. طب الامور المشتبهة اقعد افكر واشوف الادلة وارجح واعمل، هذا اسمه فقه. فالفقه اوسع من الورع، الورع اضيق. الفقيه بيتحرك في مساحة أوسع، لأنه يقعد يفكر ويعمل الأدلة ويرجح ويشوف بقى في الأمور المشتبهة، يقعد يفكر فيها ويجتهد، ده الفقيه. طب واللي عايز يحتاط، الورع، لا يبعد عن الحكاية دي ولا يرجح ولا ملوش دعوة، يشتغل في الدائرة الأضيق. يبقى الورع دائرته أضيق من دائرة الفقه، واضح؟ ما رأيت شيئا أهون من الورع، يعني إيه؟ أيسر من الإيه؟ الإنسان من الورع. بتنزل الأسواق تلاقي أنواع جبن كتيرة، يقول لك أصل الجبنة دي يمكن داخل فيها دهن خنزير، أنا مش متأكد، ده بيقول يمكن. خلاص يا سيدي اشتري النوع التاني وخلصنا، سهلة. شوكولاتات مستوردة، يقول لك الشوكولاتة المستوردة دي داخل فيها شحوم خنزير، ما أجيبش المستورد، خلاص انتهينا، الحمد لله، مش هنجيب المستورد. واحد تاني يقول لك لا، ده بيبقى مكتوب، ويقعد يقرا ويعمل، ده فقيه ده بقى. الورع يقول لك يا عم مش هدخلها بيتي، ايه يعني، بناقص الشوكولاته دي. فاهم؟ ما رايت شيئا اهون من الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه الى ما لا تشك فيه. يبقى كانه يقول لك المشبهات اللي هي الامور اللي فيها الشك. عايز يقول لك تعريف المشبهات ايه بقى؟ الامور اللي فيها ريبه، اللي فيها شك. دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه ان امراه سوداء جاءت فزعمت انها
أرضعتها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. عقبة بن الحارث أرضعتهما. عقبة بن الحارث متزوج امرأة، دخلت واحدة ست سوداء كده قالت له ايه ده انا رضعتكم انتوا الاثنين، وهي زوجته يعني بقت اخته من الرضاعة. ازمة، فاهم؟ هو قاعد في امان الله، بص لقى الست دي طبت عليه بوظت الدنيا. قال له ايه ده انا رضعتكم انتوا الاثنين وانتوا صغيرين. هو ما يعرفش، مش فاكر، ولا حد قال له من اهله، ولا هي المرأة اللي هي زوجته دي فاكرة، ولا حد قال لها من اهلها، بس الست قالت. بقى في امر، في شك اهو، في ريبة، فهمت ازاي؟ فجايب لك حكاية فيها ريبة. ان امرأة سوداء جاءت فزعمت انها ارضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل. يعني كأنه قال النبي بياخد رأي النبي، هو مش عايز يسيب مراته بقى، يطلقها بقى ولا يفسخ العقد لأنه بيحبها، فبيقول للنبي، فالنبي أعرض عنه، فتاني بيقول للنبي، فالنبي يقول له كيف تعيش معه وقد قيل. إزاي يعني؟ دخل الشك، خلاص دخل الشك أنها أختك من الرضاعة، كيف تعيش معها وقد قيل ما يحرمها عليك، وإن كان لا يوجد دليل واضح على التحريم، لأن تقبل شهادة المرأة في الرضاع وفي العدة، فهمت إزاي؟ بتقبل شهادة المرأة في الرضاع والعدة، الأمور الخاصة بالنساء، والرضاع دي هي دي الست أدرى، هي رضعت مين وما رضعتش مين. قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي، يعني زوجته. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك. عشان كده يقول لك الاحتياط في الدين ايه؟ واجب. الاحتياط في الدين ايه؟ واجب. يعني تحتاط يعني ايه؟ يعني ما تتعاملش مع الامور المشتبهه. عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان عتبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليده زمعه مني. زمعة ده أبو ستنا سودة أم المؤمنين، كويس؟ يبقى زمعة أبو سيدتنا سودة زوجة النبي أم المؤمنين، كويس؟ زمعة ده كان عنده أمة يعني شابة، أمة ملكه. عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص قال له ده أنا زنيت مع البنت دي، الأمة دي اللي هي بتاعت ايه؟ عقبة بتاعت زمعة، وأنها حملت، وإن الولد اللي جابته ده من أنا مش من زمعة، فهمت؟ أي اللي مين؟ لأخو سعد، لأن كان قبل الجاهلية كانت الحكاية براحتها، ما عندهمش بقى حرام ولا حلال، كانوا شغالين كده عايشين زي الدواب والحيوانات، كل رجل ينزو على اي امرأة وخلاص، وانتهينا على كده، عايشين في العك، خصوصا مع الاماء، خصوصا مع الاماء مش مع الحروات، يعني كان الزنا متفشي مع الاماء مش مع الحرات، فهمت؟ عشان كده انت عارف هند زوجة ابي سفيان قالت للنبي ايه؟ او تزني الحرة يا رسول الله؟ لان الزنا كان متفشي في الاماء بس. قال كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، يعني لما تروح مكة في يوم من الأيام خده أنت وربيه، لأن عتبة إيه بيوصي أخوه على إيه؟ ابنه من هذه الوليدة، فهمت؟ فاقبضه يعني خده وربيه. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، فتح مكة بقى راح سعد ينفذ وصية أخوه، فأخذ الولد ده اللي هو ابن هذه إيه؟ الوليدة. وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، عبد بن زمعة ده بقى اللي هو ابن أبوه بقى، الولد ده يعتبر إيه؟ أخوه لأبيه، يسموه ابن إيه؟ يسموه ابن اسمها ام ولد،
الأمة اللي بتولد لزوجها، الأمة اللي هي بتبقى عبد تولد لسيدها، تسموها إيه؟ أم ولد، يسموها أم ولد. فيبقى الولد ده ابن السيد، عبد ابن زمعة ده ابنه الحر، فبيعتبر إن ده أخوه لأبيه لأنه من أمة أبيه. فاهم؟ حصل نزاع بين سعد وبين عبد ابن إيه؟ زمعة. عبد ابن زمعة أخو ستنا سودة. فهمت؟ أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي. تاخده إزاي؟ ده أخويا وأمه دي وليدة أبي. فهمت بقى إزاي؟ ولد على فراشه لأن هي كانت فراش أبيه، لأنه كان يأتيها، يأتي يعني يجامعها، يبقى اسمها فراش أبيه. ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي، فراحوا إيه؟ واخدين بعضهم وراحوا للنبي يحكم بينهم. كويس؟ لما اتخانقوا على الولد ده. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. أخويا عتبة بيقول لي الولد ده ابنه مش ابن زمعة، وده بيقول لا ده ابن أبويا، ابن أبويا، ابن وليدة أبي. ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. قال له ايه بقى؟ ليه؟ لان الولد للفراش صاحب العقد، في هنا عقد ايه؟ عقد ملك بين زمعة وبين هذه الوليدة يملكها. فهمت بقى ازاي؟ فعقد الملك وعقد الزواج يؤيد ايه؟ الحق النسب. فهمت؟ لكن التاني ماء زنا، وماء الزنا مشتبه فيه، لكن عقد الملك وعقد الزواج متيقن منه واليقين لا يزول بالشك. مش قاعدة عندنا كده؟ اليقين ايه؟ لا يزول بالشك. عقد الزواج او عقد ملك الأمة ده متيقن. طب وماء الزنا، انها تحمل من ماء الزنا ده او ما تحملش، ده مشتبه فيه، يبقى اليقين لا يزول بالشك. شفت بقى قاعدة القواعد دي مهمة في الحكم في القضاء بين الناس. عشان كده الرسول قال له ايه؟ قالوا خده انت يا عبد، ده اخوك الولد للفراش صاحب العقد يعني. هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش يعني لصاحب العقد، وللعاهر الحجر. العاهر اللي هو الزاني، الحجر المنع يعني، الحجر حجره عن الشيء يعني منعه من النسبة ايه؟ نسبة الولد له. وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. شفت النبي بقى ايه؟ حكم بالظاهر، وبعدين لما لقى الولد شبه عتبة فيبقى يمكن ابن عتبة، يبقى ما ينفعش يبقى ايه؟ اخو زمعة، اخو سودة، لوجود الشبه. فالشبه يعتبر قرينة شبهة، لكن الحكم الشرعي ان هو ايه؟ ابن زمعة لان هو ابن الفراش، لكن لوجود الشبه بقى شبهة. فستنا سودة قال لها النبي: احتاطي وما تعملوش معاملة ان اخوك، احتجبي منه. يعني حكم ان هو اخوها قضاء وقال لها احتجبي منه ديانة. فهمت؟ يبقى جايبها هنا في المشتبهات. فهمت؟ احتجبي منه ديانة احتياطا، وإن كان هو أخوك قضاء وحكما. واضح؟ فما رآها حتى لقي الله. قامت احتجبت عنه سودة بنت زمعة، ما شافتوش ولا شافها لحد ما إيه؟ ما مات. وعن أبي قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وقال: أخبرني عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض
فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيظ. اللي بيستار عدي ابن حاتم ده كان عايش على الصيد، ابن حاتم الطائي، فبيقول أنا برمي كده الرمح بتاعي، أرميه كده عشان أصطاد بيه، ساعات يصطاد بعرضه مش يصطاد بإيه، يعني يروح خابط الإيه، خابط الفريسة أو المصيد اللي هي الغزالة مثلا اللي بيصطادها، يصطادوا بالعرض يضربه كده، يوم ايه الصيد يقع يموت بسبب الصدمة مش بسبب اختراق الرمح، يسموه المعراض، كويس، بعرضه لا بحده، يعني اصابه بعرضه لا بحده. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يعني المصيد بعرض الرمح لا بحد الرمح، يسموه المعراض، فقال إذا أصاب بحده، يعني بحده فخزق الجلد وطلع الدم، يبقى كل، يبقى ده صيد، إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، يعني كأنه أمره بالاحتياط، فهم؟ فإنه وقيظ، والوقيظ اللي هو بيموت بإيه؟ بيموت بسبب الصدمة لا بسبب الذبح أو إيه؟ أو خرق الجلد وخروج الدم، يسموه وقيظ، زي ما يقع من فوق السطوح على الارض يرتطم يبقى وقيظ، او وقع عليه حجر يسموه وقيظ. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي، كلب الصيد، كلب الصيد ده زي السكينه باداه، فيقول له ايه، يبقى الكلب واقف كده جنب صاحبه ويشوف المصيد، يقوم يقول له ايه بسم الله، ويشاور كده كأنه رمى السكينة، الكلب يروح منطلق ماسك السكينة كأنه رماها بالظبط، كأنه بقى صار سكين، فاهم؟ فبيقول له ايه ارسل كلبي واسمي فاجد على الصيد كلبا اخر، لما اوصل بقى للصيد الاقي الكلب بتاعي موجود وكلب واحد تاني معاه، ما اعرفش بقى مين اللي مسكه الاول، كلبي اللي انا ارسلته ولا الكلب التاني اللي انا ما اعرفوش ده جاي منين، اكل بقى المصيد ده ولا ماكلوش يا رسول الله، فهمت؟ يعني اشتبه عليه. قلت يا رسول الله ارسل كلبي واسمي فاجد معه على الصيد كلبا اخر لم اسمي عليه ولا ادري ايهما اخذ، قال لا تاكل، اشتبهه، يبقى النبي دلك على ترك الايه، المشتبهات، قال لا تاكل انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر، واضح؟ يبقى من هنا خدوا قاعدة الفقهاء، خدوا قاعدة من قواعد الفقه، يقول لك إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، دي قاعدة فقهية خدوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختلط الحلال بالحرام إيه؟ غلب حكم الحرام احتياطا، يعني أنت زوجتك حلال عليك بس قاعدة في الفندق في حجرة كلها نساء، كويس؟ ينفع تروح داخل أنت الحجرة عشان زوجتك هناك؟ اختلط الحلال اللي هي زوجتك بالحرام بباقي النساء وقاعدين كلهم في حجرة واحدة، ينفع تخش كل ما امراتي هناك وتروح داخل الستات يقطعوك، فاهم؟ اذا اختلط الحلال بالحرام ايه، غلب الحرام، يبقى خلاص كل الحجرة دي باللي فيها كلهم حرام علي، ليه؟ بالرغم ان اختلط حلالي بالحرام، بنتي معاهم، زوجتي معاهم، اختي معاهم، لكن طالما هي قاعدة معاهم وفي مكان مغلق عليهم ما ينفعش ان نهجم على المكان، فهم؟ كذلك قالوا لك ايه، جابوا لك 10 كوبايات لبن وقالوا لك الكوبايات اللبن دي كلها لبن بقر الا كوباية واحدة لبن اتان، لبن حمار، طب فين هي؟ اني كوباية لبن حمار؟ لك ما نعرفش، هي واحدة فيهم وخلاص، ولبن الاتان حرام لانه الاتان اللي هو الحمار، الاتان انثى الحمار، فهمت؟ الاتان انثى الحمار، واحنا عارفين ان ما يحرم اكله يحرم لبنه، وعندنا الحمار يحرم اكله، مش كده برضو؟ يبقى انثى الحمار حرام اكلها، يبقى لبنها حرام، فاختلط هنا اللبن الحرام بلبن حلال، اعمل ايه؟ اقول له شيل الصينيه دي كلها وارميها، ما تشربش منها ولا كوبايه،
امك قالت لك وانت صغير يا ابني احنا كنا ساكنين في حلوان ورضعت بنت الجيران، وبعدين احنا الوقت سيبنا حلوان من 20 سنة وقاعدين في المقطم، ليك اخت في حلوان اخت من الرضاعة بس انا مش فاكرة اسمها ايه ولا بيتها ايه ولا فاكرة كل اللي فاكراه ان انا كنت اخدها رضعها معاك. يحرم على هذا الشاب ان يروح يخطب بنت من حلوان، كل بنات حلوان حرام عليه خلاص، ليه؟ اختلط الحلال بالحرام فغلب الحرام. يبقى عايز يتجوز، يتجوز من مصر الجديدة، يتجوز بقى ايه من مدينة نصر، يتجوز من شو اي حي تاني، ايه ما يعتبش حلوان، ملوش دعوة بحلوان. ليه بقى؟ اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. شفت القواعد؟ فدي قواعد مهمة قعدها النبي في اذهان ايه الصحابة والتابعين وأمته حتى يستبينوا الأحكام فلا يقعوا في المحرم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ونكتفي بهذا، نكمل غدا إن شاء الله. دكتور، ما الحرمة إن لم تتعين حلت؟ دي قاعدة كان قالها لي شيخ مدرب إفتاء، كنت بسأله بقول له هو البنك مش بيكسب شوية فلوس أنتوا شايفينها حلال وشوية فلوس أنتوا شايفينها غلط زي لما الكريدت كارد، يعني لا يقصد هنا الحرمة إن لم تتعين حلت، يعني إيه؟ يعني محطوط، يعني في تعامل حرام هنا وتعامل حلال هنا، وأنت مش عارف المال ده واخد بالك من أيهما حلال. ده اسمه فقه، اللي أنت بتقوله ده فقه، والكلام اللي أنا بقوله ورع. دار الإفتاء بتفتي بالفقه مش بالورع. الأحوط أبعد. فهمت ازاي؟ في فرق بين الفقه والورع. والله تعالى اعلى واعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامجاد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. هنخش في أبواب البيوع وهتبقى فيها شرح كتير وهنتأخر، فاحنا عايزين بعد كده نحكم المسائل. لأن النهاردة خدنا 52 دقيقة، ده كتير قوي. إيه ده؟ طولنا قوي. احنا مش عايزين نزود عن 30 دقيقة علشان نبقى خفاف عليك.